His Excellency Mr. President, distinguished guests. صاحب الفخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية. شباب العالم، خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، إنه ليوم عظيم. يسعدني أن أقف أمامكم لأمثل المجلس الأمريكي للتعليم المستمر والتدريب في واشنطن دي سي. إن الرسالة الخاصة بنا هي الإلهام وتعزيز التعليم المستمر والتدريب المستمر رفيع الجودة عن طريق وضع المعايير وعمليات الاعتماد. نحاول أن نقيم ونحسن مخرجات التعليم المستمر والتدريب المستمر. إن مركزنا مركزا اعترفت به وزارة التربية والتعليم الأمريكية منذ السبعينات، لأننا نعمل على تعزيز جودة التعليم التي تنتجها مختلف المؤسسات. لدينا شراكة تعتمد على الجودة، ونيلسون مانديلا قال إن التعليم هو أقوى سلاح يمكن أن نستخدمه لتغيير العالم. وبينما نجتمع هنا اليوم في منتدى شباب العالم وفي حفل تخرج برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، أتذكر أهمية التعليم في استعداد الشباب ليكونوا جيلا جديدا من صناع القرار وحتى رؤساء الدول في المستقبل. إن التعليم الجيد الذي توفره المؤسسات عالية الجودة أو ما نسميه مصانع البشر كما تطلق الدكتورة رشا على الأكاديمية، إن ما نعمل عليه هو تحقيق هذه المنظمات لعدد من المعايير وضعتها وزارة التربية والتعليم الأمريكية في عام 2019. دكتور إيمان وفريقها في الأكاديمية الوطنية للتدريب حضروا ورشة عمل في واشنطن دي سي، وبعد ذلك بدأ طلب التقدم بالاعتماد، وبدأ الفريق في رحلة طويلة من أجل الحصول على هذا الاعتماد المبدئي. في أكتوبر الماضي قام فريق من مركزنا برحلة استمرت ليومين للأكاديمية الوطنية للتدريب، ويسعدني أن أقول لكم أن الزيارة كانت ناجحة بشكل كبير. وقد وجد الفريق أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تفي بجميع المعايير في مجال العلاقات المهنية والأهداف التعليمية والبرامج والمواد التعليمية والمرافق ومؤهلات المعلمين والإشراف التعليمي ورضا الطلاب، وهو أمر مهم. هذا من بين معايير أخرى. إن ممثل المركز في هذه الزيارة قال أنه في خلال سنوات عمله الطويلة تأتي الأكاديمية الوطنية للتدريب في المركز الثاني في الإيفاء بجميع المعايير دون أي قصور. وقال فريق عضوا في الفريق أن هذا النموذج إن طبق في المؤسسات الأخرى بناء على إنجازات هذه الأكاديمية في وقت قصير فستحقق هذه المنظمة النجاح. والتقينا في ديسمبر عام 2021 ونظرنا في طلب الاعتماد الذي قدمته الأكاديمية، وبعد مداولات طويلة منحنا الاعتماد لهذه الأكاديمية لمدة 5 سنوات، وهي أطول فترة منصوص عليها. ويمكنني أن أؤكد لكم أن هذا إنجاز استثنائي، الاعتماد لمدة 5 سنوات في المحاولة الأولى للتقدم دون تسجيل أي قصور. إذن يسعدني ويشرفني عظيم الشرف أن أرحب بالأكاديمية الوطنية للتدريب في شراكة تمتد لسنوات من أجل تحقيق التعليم عالي الجودة. بناء عن ما جاء به المجلس الأمريكي ونيابة عن المجلس الأمريكي، أهنئكم بهذا الاعتماد وما حققتوه من إنجازات مبهرة.
قبل أن أقدم الشهادة أود أن أتوقف للحظة وأن أشكر الأكاديمية الوطنية للتدريب على دعوتها الكريمة، فهذا شرف كبير لي لأن ألتقي بكم وبالفريق وبالجميع. كانت التجربة تجربة رائعة للغاية. يشرفني الآن أن أقدم شهادة الاعتماد السارية لمدة 5 سنوات لفخامة الرئيس، رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي.